طيب شيخ سعد، ننتقل الى السيد احمد القصير عضو منظمه التضامن لحقوق الانسان. سيد احمد، بدايه نرحب بك، ما هي الصوره المنقوله للغرب او الصوره التي توجد في الغرب عما يحدث في مدينه بنغازي بالتحديد في الجوانب الانسانيه والحقوقيه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه للوضع الانساني، هناك ادراك كبير بان فيه مشكله انسانيه كبيره في ليبيا في عمومها وبنغازي بالدرجه الاولى. صدر تقرير لنهاية العام الماضي، أظن شهر أكتوبر، في نهاية شهر أكتوبر كان فيه تقديرات وأرقام يعني مفزعة. تقريبا 50% من سكان ليبيا تأثروا من نتيجة النزاع المسلح والانقسام السياسي اللي قائم هذا. هناك على 2 مليون من سكان ليبيا في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. النزوح الداخلي نتيجة الاشتباكات والمواجهات العسكرية، هناك حوالي قرابة نصف مليون نازح أو أكثر قليلا، 540 ألف نازح داخل ليبيا، منهم قرابة نصفهم من مدينة بنغازي، سواء داخل بنغازي في أحياء مثلا لم تطالها المواجهات أو خارج مدينة بنغازي في طرابلس ومصراتة بالدرجة الكبيرة وباقي المدن يعني. نعم. فالوضع الإنساني هناك في إدراك كبير له. الوضع الحقوقي كذلك، يعني مجلس حقوق الإنسان طلب من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتشكيل فريق لتقصي الحقائق، حقائق أو مزاعم مسألة الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان. اللجنة كان هذا في شهر مارس العام الماضي، اللجنة قامت من مقرها في تونس، اتخذت مقر في تونس هناك مع البعثة، وقامت بعملية مقابلات واستلام شكاوى وأجرت لقاءات مع كثير من الناس اللي هم يعني ضحايا انتهاكات مختلفة. قامت على حد علمي بزيارة واحدة فقط ميدانية في طرابلس، حضرت إلى طرابلس في مطار عتيقة والتقت بعدد من الضحايا هناك واستمعت لشهاداتهم. أصدرت تقريرها في يوم 15 فبراير، يعني الشهر الماضي أصدرت تقريرها، وأعلنت أن هي استلمت يعني شكاوي حوالي من 900 شكوى فردية. وقامت وخلاصة التقرير أن في انتهاكات جسيمة. قدمت يعني العديد من التوصيات. الآن التقرير يتم تداوله داخل مجلس حقوق الإنسان. يوم 24 مارس حتكون في جلسة، يعني بعد أسبوعين تقريبا أو أقل من الآن حتكون في جلسة لمناقشة التقرير واتخاذ قرارات من مجلس حقوق الإنسان الدولي موجود في جنيف. من أهم التوصيات حقيقة، وهذه مهمة جدا، نحن كمنظمة التضامن أيدناها، قضية ثلاث توصيات رئيسية، خاطئ العديد من التوصيات لكن التوصيات الرئيسية المهمة هي توصية بإحالة يعني نتائج التقرير إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن من أجل يعني فرض عقوبات على من يعني التقرير وجد ان هم مسؤولين عن انتهاكات جسيمه في ليبيا. كذلك ان هي يعني دعت الى احاله نتائج التقرير الى المحكمه الجنائيه الدوليه. والنقطه الثالثه اللي نحن يعني ايدناها هي مساله انشاء دعوه الى انشاء محكمه في خاصه في ليبيا تنظر في هذه الانتهاكات، نتيجه ان هو القضاء الليبي يعني كثير في المناطق متعطل. في طرابلس يعني عنده قضايا كثيرة جدا، بينظر في قضايا الآن هنا اللي هي تمر فيها مكتب النائب العام، قضايا أعوان النظام السابق وغيرها من الانتهاكات، لكن دعت إلى محكمة خاصة تكون محكمة ليبية مدعمة بخبرات دولية ان هي تتخصص في النظر في هذه القضايا، لان طيب من احد الاسباب اللي هي تسببت في عمليه تفشي الانتهاكات هو نقص الملاحقه القضائيه في ليبيا. طيب.